عايز ارجع لحاجه بس، الخبر اللي كان قبل كده، احنا للاسف منتخب مصر عندنا لعيبه اتصابوا في من الفريق الاول منتخب مصر. عندنا طبعا عمر طارق رجع مصاب ربنا يشفيه، عندنا عزب عمر عزب كسر في انكل رجله، عندك سيف سمير مزق في الاماميه مزق في الخلفيه، عندك عبد الله ناصر. النادي الاهلي هو اكتر نادي للاسف اصابات، وكان نصيب الاسد في اصابات المنتخب. هيبقى موضوع صعب جدا، يعني انا ما اعرفش مستر اوجست هيحل المشكله ازاي، ده انت كان عندك لعيب بيغيب طبعا، الاربعه دول بالاضافه لاحمد حمدي اصلا اللي مش موجود. يعني الله يكون في عونه. يعني انا متخيل كده ان انا كنت والله بدعي ربنا، وكنت دايما بقول يا رب اللعيبه ترجع سليم، يا رب اللعيبه ترجع سليم. ثلاثه اتصابوا هنا في المعسكر ولعيب اتصاب هناك، فطبعا احنا في موقف صعب يعني. ولكن مستر اجوستي طبعا هيبتدي يناول باللعيبه، احنا راجعين من المنتخب خلاص، على للاسف مفيش وقت مفيش راحه، هنرجع الاصابات ترجع. فطبعا عندنا تحدي كبير جدا، واضح ان عمر طارق احنا يعني هنفقد يعني خدماته الفتره اللي جايه. فطبعا يعني اتمنى انه يعني الاصابات دي يبقى لها حل. النادي الاهلي، ما هو ده اللي احنا كنا بننادي بيه طول عمرنا، بنقول يا جماعه قائمه السله، قائمه الفريق الاول، قائمه الفريق الاول 14 لاعب يا جماعه. قائمه الفريق الاول 14 لاعب. المحترف 15. هل يعقل ان انا العب موسم طويل زي ده ب 15 لاعب؟ يا عم انا كل اللي طالبه في القصه دي كلها انه القايمه تبقى 17 او 18 لاعب، انا مش طالب كتير. يا باشا حط لي 3 4 لعيبه كمان عشان لما يحصل لي اصابات زي كده اقدر اعوضه. وبالمناسبه احنا طبعا كان لازم يكون معانا احد اللاعبين اللي ادوا النهارده اداء كويس جدا وامبارح، وكان ليه دور كبير في فوز المنتخب الحقيقه، وكان يعني ابهرنا كلنا بادائه. معانا عمرو الجندي لاعب منتخب مصر ونادي الاهلي من السنغال دكار. اهلا بيك يا عمرو. ازيك يا كابتن عايز، عامل ايه الاخبار؟ مبروك حضرتك وشكرا ليك. لا يا حبيبي مبروك النهارده وامبارح، اديتوا اداء كويس يا حبيبي، وان شاء الله الويندو اللي جايه نكسب الثلاث ماتشات. الله يبارك فيك، الحمد لله النهارده قدرنا، النهارده وامبارح قدرنا نكسب بعد خساره اول ماتش، وقدرنا نظهر بشكل كويس والحمد لله ربنا كرمنا. يعني كانوا ماتشين مهمين جدا، ان احنا بالذات النهارده بعد ما نكون كسبت السنغال، لو لا قدر الله حصل احنا كنا هنبقى بنبعد، بس النهارده الحمد لله قدرنا نخلص الويندو الاولاني والثلاث فرق متعادلين في النقط مع بعض يعني. بس عمرو يعني الحمد لله احنا كده في المنافسه طبعا، ولسه الويندو اللي جايه فيها كلام كتير، والويندو اللي بعديها والويندو اللي بعديها يعني لسه في كلام كتير، بس احنا لسه في المنافسه. لا طبعا، احنا دلوقتي احنا والسنغال والكونغو كسبانين ماتشين، واحنا هنلعب في الكروس تول النهارده، جنوب السودان كسبت الكاميرون، فكده جنوب السودان كسبان 3 ماتشات، وتونس هتلعب رواندا الساعه 9، فلو تونس كسبت هتبقى تونس اللي كسبانه ماتشين، فلسه بدري يعني، بس احنا طبعا في المنافسه. احنا برضو المره دي يعني ان شاء الله في الصيف هيبقى في وقت اكبر نستعد، وهيبقى في وقت ان احنا نقدر نلعب معسكرات خارجيه، وان شاء الله نظهر كمان بمنظر احسن يعني من كده ان شاء الله. يعني المجموعه الثانيه اللي احنا نرد عليها، جنوب السودان اول كسب 3 ماتشات، وتونس لو كسبت رواندا النهارده هتبقى ثاني. الثالث رواندا صح يا عمرو؟ والثالث رواندا ولا الكاميرون؟ ولا الكاميرون؟ لا الكاميرون كسبت رواندا صح. يبقى الكاميرون الثاني. خسرت 4 بونت لسه خسران. بس خلي بالك يا عمرو، انا بحسب معاك يعني، انت دلوقتي لو جنوب السودان هيبقى معاه 6 نقاط. الدورة المجمعة الجاية أو الويندو اللي جاية هتبقى معمعة، لأنه أنت عندك 5 فرق من اللي هيتأهلوا دلوقتي معاهم 5 نقط بس. بالظبط. أيوه فاهم قصدك حضرتك. لسه الويندو اللي هو غالبا إن شاء الله هيعرف إن هو يبقى في مصر 30/6 و1/7 و2/7. خلاص أكيد يا عمرو، أكيد هتبقى الويندو الثانية في مصر. أكيد. يعني النهاردة بلغونا، النهاردة بلغونا قالوا لنا إن هيبقى في مصر إن شاء الله. طب دي حاجة خطوة كويسة جدا يا عمرو، بسطتنا جدا الويندو التانية عندنا في مصر. دي حاجة جميلة جدا. طيب ومحتاجين بقى، محتاجين ان شاء الله اتحاد السلة كمان يحضر الجماهير، وعايزين حشد جماهيري، لان المباراة دي حتى ويبتدي يسخن مباراة الدوري كمان، يبتدي جماهير تخش. بالظبط، مع وجود جمهور زي المرة اللي فاتت ان شاء الله نقدر ناخد الثلاث ماتشات، تبقى تقربنا جدا، تبقى خطوة كبيرة قوي ان شاء الله. طب عمرو طمني على عمر طارق حبيبي، اخباره ايه؟ رجله عامله ايه؟ والله ركبته هي ورمه شويه، بس يعني هو عمل اشعه رنين هنا مغناطيسي طلع ما فيش حاجه. طب الحمد لله. بس لسه الورم هو اللي قلقنا شويه، بس ان شاء الله هيرجع لما نرجع يعني، هيعمل
اعمل رنين تاني يعني برضه في مصر عشان نتاكد اكتر ان مفيش حاجه، وان شاء الله تطلع حاجه بسيطه يعني ان شاء الله. طب قول لي يا عمرو معلش، هو عمر رجليه لفت ولا ده نتيجه اجهاد؟ يعني قول لنا جات له من ايه الاصابه دي؟ لا لا، هو خد ركبه، خد اتخبط في ركبته، خد ركبه في ركبه في ناحيه الغضروف الخارجي ورمت. فهي عشان كده بقى بعد ما هو عارف هو لسه مفيش اي اشتباه في غضروف، قطع في الغضروف الكلام ده كله مصطح. هو الام ار اي مطلع ان هو اللي عملناه هنا طلع ان هو لسه مفيش حاجه، بس هو التيست بس التيستات مطلعاه ايجابي، اللي يعني اللي فيه مشكله بس مش عارفين هي ايه يعني لسه. ربنا يطمنك ان شاء الله. يعني ده خبر كويس يعني يا عمرو، والله ده خبر كويس عن عمر طارق. طب ان شاء الله انتوا راجعين امتى يا عمرو؟ احنا ان شاء الله هنركب بكره وهنوصل ان شاء الله يوم، هنوصل بقى يعني بعد هينصل يعني يوم واحد ان شاء الله، يوم الثلاث ان شاء الله تبقوا في ارض الوطن ان شاء الله يا عمرو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تيجوا بالف سلامه. عمرو الجندي نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، بشكرك يا عمور. شكرا يا كابتن عاصم، وشكرا على اهتمامك هنا والرجاله الكوره المصريه دلوقتي، الناس كلها بتشكرك وبتسلم عليك. سلم لي على المنتخب كله وان شاء الله ترجعوا بالف سلامه يا عمرو ان شاء الله. ده كان تليفوننا مع عمرو. زي ما انتم شايفين اخبار حلوه يعني، الحمد لله عمر طارق كدمه في الركبه، هو عنده ورم، اكيد الورم ده ليه سبب بس مش قاطع في الغضروف الحمد لله رب العالمين. ممكن تكون التهابات او حاجه، مع العلاج الطبيعي والادويه ممكن يكون احسن. عندنا خبر حلو ان الويندو الثانيه هتكون في مصر يوم 30/6، وده حصري لبرنامج الابطال. احنا كنا الحقيقه محدش، مفيش موقع ولا اي مكان كتب ان الويندوز الثانيه هتبقى في مصر 30/6، وده تاريخ عزيز جدا على الشعب المصري. فالحقيقه هيكون يعني ان شاء الله يكون الاحتفال بالفوز على السنغال في هذا اليوم ان شاء الله، ويبقى كما عودونا دايما فريق السله، ويوم 1/7 ويوم 2/7 كل التوفيق لمنتخب السله. نفسنا يطلع كاس عالم، لان احنا الحقيقه عندنا جيل يستحق صعود لكاس العالم.